الآن أيضاً سوف أذكر لكم بعض الأمور الأخرى أحياناً ما نلقي لها على بال. قاعد في السيارة أتكلم مع مديري يحط سبيكر ويسمعون اللي في السيارة، أصدقائي، ناس ما أعرفهم راكبين معي في السيارة، أهلي، لا يجوز، انتبهوا. الفيديوهات أصور شيء في العمل، أصور جهاز تم تطوير، أصور مشروع قاعدين نشتغل عليه، فكرة أنشرها على الإنترنت، أجهزة الأمن والمراقبة أحط فيها أشياء أو أستهبل على الكاميرا. هاي ملك عام، ملك الدولة، وضعت لتحميك. أنت في دولة فيها أمن وأمان، هذا لا يجوز أنك أنت تكون سبب عائق في هذه المنظومة.